مع الوزير المحترم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللي أنا ببعت له تحية من خلال بالعربي ومن خلال صوت العرب، ومباركة على ثقة القيادة السياسية في استمراره. الوزير أشرف صبحي من الوزراء المحترمين المجتهدين الجادين اللي أعاد للاستثمار الرياضي مفهومه. أنا أعرف، بص أنا دايما ببني في آرائي كل حاجة على الصدق. أنا أعلم إن في ناس كتيرة جدا مصنفة الوزير أشرف صبحي ما بين أهلوية وزملكاوية، كل على حسب هواه ومراده، والأكثر أهلوية يتهموه بحكم إنه عمل سابقا في نادي الزمالك على أنه يحابي الزمالك. ولكن عندما تقرب من الغرف المغلقة والمسؤولين، تعلم جيدا أن المسؤول دائما لا يمكن انه يجامل احد على حساب الوطن. فتيجي في موضوع ما انت نفسك تحكم عليه، ولما تعرف خباياه واسراره تكتشف انك انت حكمت غلط، والوزير كان عنده ابعاد كثيره في اتخاذ القرارات. ولذلك انا انصح كل الجماهير وكل الناس، يا جماعه قبل ما تتهم وزير او مسؤول باي شيء، اعرف المناخ اللي اتخذ فيه القرار قبل ان تحكم عليه. زي المدير الفني، قبل ما تقول عليه وحش في التشكيل بتاع النهارده او كويس، عشت مع الفرقه، عارف فيها ايه مصابين، التدريبات في عارف شركة فيها هند. ايه مرهقين، عارف فيها ايه كذا. فكذلك الاستاذ محمد الجوكر بنى في كتابه الاخير سيره حب ما بين مصر والامارات اهم توثيق مصور ومكتوب للعلاقه ما بين المصري والاماراتي في مجال كره القدم والرياضه، وكيف كان الرواد من المصريين منذ عبد الناصر ورحمة الله عليه الزعيم عليه الخالد رحمة جمال الله. عبد الناصر، وحتى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يضخون دماء المودة والحب ما بين مصر والإمارات. واستدل بصور كثيرة في كتابه، الكابتن فلان الفلاني في نادي كذا وكيف صحيح، في بنى جزء كذا رياضي. وكيف، لا كله. فكتاب رائع، بكرر شكري للأستاذ محمد الجوكر على هذا الكتاب اللي هو ثروة في مكتبة أي إنسان، ولي الشرف إني حصلت على إهداء خاص مكتوب بخط يدي جميل. ونسخة من الكتاب. أتمنى أن أعيرها لك، بس تجيبه لي مرة لا تانية إن عشان شاء الله. أعير لك النسخة دي، لأن الكتاب ده هيعجبك جدا جدا يا أستاذ هو علي. مبدئيا بعت لي نسخة PDF على الموبايل، طب خلاص. فخلاص يعني شكرا ليك وليك. يعني اولا نسمع كابتن الناقد الرياضي الكبير محمد الجوكر، يعني ماذا قاله تفضل. فيما يخص العلاقات وفيما يخص كأس السوبر المصرية التي تحتضنها الإمارات هذا العام في ابو ظبي ما للمرة بين الاهلي والزمالك. للمرة الثالثة يمكن ولا حاجة، وفي وعلى فكره سوبر هنا بالمناسبه، خلاص للي بيسأل، الاهلي خلاص هيلعب السوبر، لان الاهلي لعب الكاس امام المقصه وفاز 1-0 بركله جزاء، وخلاص هيلعب السوبر امام الزمالك في ابو ظبي، إن شاء ودي الله. للمره الثالثه. وكمان هنا في مصر وقعوا بروتوكول مع مجلس ابو ظبي الرياضي، كمان لسه اعتقد في نسختين او ثلاثه تاني سيكون سوبر في ابو ظبي، واحنا بنستمتع لما بنروح ابو ظبي. وبحيي مجلس الرياضه في ابو ظبي، وبحيي قيادات دوله الامارات بدءا من سمو الشيخ محمد بن زايد ودبي الشيخ محمد بن راشد، وكل أهلنا في الإمارات، لأن فعلا الإماراتيين في قلوبنا ونحن في قلوب الإماراتيين. ده صحيح، نسمع مع بعض كده. العلاقة الرياضية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية علاقة ممتدة، تاريخها طويل، ولها أيضا أبعاد إنسانية، رياضية، شبابية، قومية، استراتيجية طويلة المدى. بدأت في أواخر الستينات وأصبحت منذ ذلك الوقت إلى هذا اليوم علاقة مميزة وممتدة. ونتج عن هذه العلاقة الرياضية التاريخية بتدشيني لكتاب الإمارات ومصر. العلاقة الرياضية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية علاقة ممتدة، تاريخها طويل، واستوى دول الخليج وهم الذين ساهموا في تطوير الكرة والمنتخبات. مثلا على سبيل المثال المرحوم محمد عبد صالح الوحش، والمرحوم طه الطوخي، والمرحوم صدق محمد صديق شحذة، وغيرهم من الأسماء الكبيرة التي جاءت إلى منطقة الخليج وتولت تدريب هذه المنتخبات. فأصبح المدرب العربي يعرف نفسيات اللاعبين وظروفهم وواقعهم ومعايشتهم. فكانوا الحقيقة لم يكونوا مجرد مدربين جاؤوا لدول الخليج، إنما جاؤوا كمربيين التربية الأساسية، مربيين كالنحل الأخوي، كانوا ك ك
الاب الروحي للاعب. ومن هنا الحقيقه نتج عن وجود اسم المدرب العربي. فنحن فخورين بما قدمته مصر من مدربين ومن اسماء قدمت الكثير للكره العربيه. وأنا لا ننسى هناك اسماء عديده جتنا الخليج والامارات تحديدا، من الصعب جدا ان ننساهم، مثل الشيخ طه اسماعيل، ومثل كما قلت طه الطوخي، ومثل عمرو ابو المجد، ومثل صلاح ابو جريشه، واشرف واسماء القينون، وشاكر عبد الفتاح، ومحمود الجوهري، اسماء جميله، محمود ابو رجيله، حسن اشحاته، اسماء جميله جاءت الى الامارات وقدمت الكثير. هنا من ناحيه المدربين القادم له مميزات، ولكن هذا لا يمنع الاستعانة ببعض الخبرات الأجنبية ذو مكانة، ذو عراقة، ذو تاريخ، ذو إمكانيات، تستطيع هذه الكفاءات أن تقدم نموذجا مشرفا لتقديم عطاءات. الحقيقة مثل المدربين الأجانب الذين جاءوا إلى مصر كانوا بعضهم على مستوى عالي جدا، مثلا مدرب مثل هيدي كوتي عندما تولى تدريب الأهلي القهري لسنوات متعددة شكل نموذج مميز في تاريخ الكرة المصرية، وغيره من الأسماء. أنا في تصوري مصر محتاجة إلى مدرب على مستوى عالي جدا، فقط هو يكون الخبير الفني ويساعده عدد من أبناء مصر ذو كفاءة تخصصية. لكن مشكلة الرياضة المصرية هي الصراع الذي يحدث بين بعض الأندية، والصراع الذي يحدث بين الإدارات الأندية، والصراع الذي يحدث بين المؤسسات. ينعكس هذا الصراع سلبا على التوجه العام وعلى استراتيجية الاتحاد وعلى استراتيجية خطط اللعب. هنا تحدث الإشكالية والمشكلة. عموما هذا الموضوع طويل لا أريد أن أبحث فيه كثيرا، ولكن أقول أن مصر محتاج إلى مدرب على مستوى عالمي يعطى الفرصة ويحاسب أولا بأول، ويكون معه فريق فني متكامل من ذو التخصصات المعنية وليس من ذو العلاقات الشخصية، حتى تستطيع تسير السفينة وتستطيع تسير المسيرة بشكلها الصحيح. يعني هو هنا الحديث طبعا دار حول المدرب المصري والمدرب الاجنبي او المدرب العربي بشكل عام. طبعا هو بيتكلم بيقول رايه في القضيه بشكل عام، وكلمنا في مجموعه موضوعات متعلقه بالمدربين اللي بداوا. يمكن حتى في الاول ذكر كابتن عبد الصالح الوحش وكابتن طه الطوخي ومجموعه كبيره. هو انا اللي استوقفني حاجه ان هو بيتكلم على احتياجنا احنا في مصر للمدرب الاجنبي. يعني احنا عندنا مستر فيتوريا دلوقتي المدير الفني الاجنبي، وعندنا كمان برازيلي مدير فني للمنتخب الاولمبي، وعندنا مارك كلاتنبرج رئيس للجنه الحكام انجليزي، وعندنا كمان مدير فني للاتحاد اجنبي لم نتعاقد معه بعد، بس من المفترض ان يكون اجنبي. فهو بيتكلم في نقطه مهمه، انك انت لابد ان تاتي بالخبير لكي تستفيد منه. كما بص اخواننا في الخليج والتجربه الاماراتيه اللي بيتكلم عنها الاستاذ محمد الجوكر، وكذلك التجربه القطريه والتجربه السعوديه، الناس دي جمعت ما بين العلم والمال.